توقعاتك الليله حبيبي؟ ان شاء الله رومنتادا لنا. يعني تتوقع رومنتادا؟ انا قلت طبعا بشجعكم. متفائل. خمس سنوات اذا تتاهلوا. متفائل. متفائل. توقعاتك الليله يا ابو رينالد؟ مقابلات لين يخلص الشوط. توقعات حق برشلونه؟ حق برشلونه. اترك عنك التمرين. برشلونه يا طويل العمر. ايوه. اذا كانت فيها رومنتادا. ايوه. بيفوز برشلونه. ما استبعد شيء عن برشلونه بس لكن. تتوقع من الشوط الاول يبين. لكن اذا ما جابوا برشلونه الشوط الاول هدف مع السلامه لازم يجيبوا اثنين شوط. المهم وانت وش توقعك؟ ما جابوا الشوط الاول ما يقدروا صح؟ بعيد عليهم رومنتادا. بعيد عليهم لو فازوا ما يقدروا يتاهلوا. ايوه لا احنا نتكلم عن الفوز الحين التاهل خليه بعدين يعني تبغوا بس في البدايه لا الفوز قادرين عليه الفوز نتكلم عن الفوز حتى الفوز نستبعده ما عليه على ابو حسين ابو احمد حبيبنا واخيرا شفناك تلعب اصابات الاصابات ابعدتنا الاصابات ذكرك طبعا اللي هو كريم سويد كنت تلعب في فريق اسمه الاتفاق صحيح ما قال لعب يانا شكري وكذا هو لعب فريق اسمه الاتفاق ما لعب طبعا وطني هو مدربكم هو توقعاتك الليلة برشلونة وباريس برشلونة هذه لها وقت توقع برشلونة يعني انت يتأهلوا يعني وين يتأهلوا مهزومين 4-1 الكرة الكرة تتوقع برشلونة يا ابو احمد ما يحتاج ما علينا فيه بس انت تبغى تتفنق بالاهداف والله العظيم والله شوف رضي بصراحة قال توقع حق جوفنتوس ابو فراس ابو فراس ملك التوقعات طبعا قال جوفنتوس 3-1 ذاك اليوم ولا اعطيناه تمرين مجاني هذا مجاني اليه محسوب الليلة زين توقعاتك الليلة الى برشلونة اذا وقفت بالحشيش يعني الليلة برشلونة فايز كم؟ بس ما بيتأهل ما يعني ما بيفوز تتوقع 3-1 اوه كله 3-1 وش فيك على 3-1 ابو فراس؟ ابو علي توقعاتك برشلونه وباريس يسقط الريال هذه ما اخر رساله والله ترى شوف توني وياك عدل في الدفاع لا تصير حزازيات يعني اي انا اسف يسقط حاليا محايد خليك الى ذا الشوط وبعدين رجعك يا محسن ما اقدر والله ما اقدر ما في فايده ما في فايده والله يعجبني موسى بعد زيك ما ينافي اي والله هذا الريالي بطل توقعاتك ابو احمد الى برشلونه والله برشلونه بيفوز بس ما بيتاهل ما بيتاهل يعني كم يعني ان شاء الله اثنين بس يعني ما ودك بعد ينهزم ما اتمنى يتاهل ودك بعد ينهزم والله يا ريت اوكي هو ما في فرق انهزم ما في فرق خلاص